وفرة في الإنتاج الزراعي واكتفاء ذاتي في معظم المحاصيل وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى دول الجوار، هذه حالة الموسم كما تقول وزارة الزراعة، التي تؤكد إنها صدرت إلى السعودية 7500 طن من الطماطة وأطناناً أخرى من محاصيل مختلفة، ليصبح مجموع الصادرات أكثر من 12,000 طن. الحقيقة وصلت محصول الطماطة تقريبا أكثر من 7500 يعني طن تم تصديرها عن طريق منفذ عرعر الحدودي حتى الساعة، وهناك طلبات مستمرة قد نصل أكثر من هذا الرقم. سبب التصدير الرئيس كما تقول الوزارة هو عدم وجود صناعات تحويلية للمحاصيل الزراعية، إلى جانب تحفيز المزارعين على استثمار مساحات أوسع من الأراضي، لكن غرفة تجارة بغداد نفت أرقام صادرات الزراعة. رئيس الغرفة قال في مقابلة هاتفية مع UTV إن بيانات الوزارة غير دقيقة، وإن إجازات التصدير الصادرة عنها لا تتجاوز كمياتها 750 طنا فقط. فيما يخص صادرات العراق لهذا العام منذ 2021 إلى الآن تم فعلا إصدار شهادات منشأ بمادة الطماطم العراقية بالضبط ب 750 طن لثلاث شركات عراقية رائدة في مجال التصدير العراقي. وأرجو من السيد معالي وزير الزراعة المحترم إعادة النظر فيما تحدث عنه حول إمكانية أو تصدير ما يقارب 12,500 طن من الطماطم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. أما الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية فلديه رواية ثالثة نفى فيها لنا تصدير أي طماطة عراقية حتى الآن، وإن الوزارة استعجلت الإعلان لمكاسب إعلامية. سبب تضارب البيانات بين الزراعة والتجار والفلاحين تعزوه مصادر مطلعة إلى أن ما يصدر إلى السعودية هي طماطة إيرانية تخلط مع العراقية أو تغلف في العراق وتصدر على أنها عراقية، فيما يبدو أنه أسلوب تهريب وفتح منفذ جديد لحصول إيران على عملة صعبة عن طريق العراق. حيدر البدري، UTV، بغداد.